شفتوا شو يسوون يخربون قنفاتي؟ اكيد امين دازهم علي. يعني بالله درايت يا اهل، ليش فوق القنفه؟ سلامي. والله مشتاقت لكم وايد، تنقطون قرد يا جميلين الادب. بس خليني اخلص كم شغله وبعدين احط ميك اب. شو طالع؟ ما احط ميك اب؟ حاضر خلاص، اليوم ما في ميك اب عشان امين. ليش تطالعني كذي؟ يما ايش النظرة؟ لا تشوف وين النظرة؟ انصيار. امين انا اسفة اني وعدتك اني ما راح احط مكياج، انني انصهر واصلني مكياجي. اخلفت في وادي؟ شو الإضاءة اللي واصلة يا أمي؟ أمي لا، اشتهيت أحط فونديشن وكونتور وأحط الإضاءة والبلاشر ومسكارا وكل شيء شيء. أمي أنا أسفة، يلا غني. أخلفت في وعدي. والله أني مو حاطة شيء. راح ينزلون هذولي، تخيلوا الحمر الالوان طر. ثاني شيء مع البلاينر اللي هو التحديد، يعني ما يحتاج تدورون تحديد. وايد موفر عليكم اشياء سون. ايش رايكم؟ حتى الجل لاينر مال جل الحواجب من البراند اللي راح ينزل. هذا شوفوا شيء عجيب. ينن ينن يلا جنون الطو جنون الطو جنون الطو جنون الطو. اخ الكاميرا ما تشتغل مالتي، الا الكاميرا الامامية حدي متوهقة. المهم وين عطري؟ وين عطري؟ لوكس اليوم بخاطري احط لوكس، اخلطه مع شنو؟ مع ثمين دار الطيب. واي واي، مجرد ما افتح الكبت يفح ثمين ما شاء الله. يلا بس ناموا، تصبحون على خير. اليوم المزاج لوكس، شي 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 ينوكل على طريقي ينوكل. وين الهيرمس مالي؟ كثرة البيت ونقل الأغراض قاعد ضيع أشيائي. هذا الهيرمس لقيته ولقينا تدرون شنو؟ هذا أول ما تأخذون شاور تنشفون الشعر بس هوا كدو رش رشو. تمشون تفحون. Good morning teacher. Good morning teacher. طبعا أمين مثل ما وعدني إنه يقص شعره قص شعره. قول والله بقصة الحين؟ والله شوفوا مو قال بقصة والله وما شنو يلا واللي تبينه وحاضر. شوف انا لما قلت لي لا تحطين مكياج ما حطيت مكياج. راح يصير انا ناس ادري والله. شوف لما انا اسمع كلامك قلت لي لا تحطين مكياج ما حطيت. حطيتي ثلاث كب. وين المكياج؟ هذا مكياج؟ لا هذا مكياج. هذا مكياج؟ هذا اسمه مكياج جامعي بالسيارة الصبح. عرفتي؟
يعني وين بفهم المكياج وين بالضبط؟ شنو مو حاطه شيء؟ راسبة حواجبي، حاطه اي شادو، حاطه عند بدمع العين هايلايتر، وحاطه اي لاينر ومسكرة وفونديشن وكونتور واضاءة وحمرة وتحديد. وين المكياج بالضبط؟ حاطه جزيرة المالديف الكبرى يقول. وين وين؟ انا ما عارفه ليه متى هذا الظلم اللي انت معيشتي فيه. تظلمني ليش يا امي؟ ليش؟ ها؟ هذا ميك اب؟ هذا الجمال الطبيعي بس انت ما تعرف، انت اصلا متغير علي. في اغنية اتينن اغنية حب كلها يا اجمل مرات عيني. الله والله عاد كنت بدي لك يا اجمل مرات ابنتي. هذي شنو بعد؟ سمعوا سمعوا الاغنية. المطر ينن عندنا هنا بالكويت الحين شي رذاذ رذاذ، بس شكلها بتزخزخها بعد شوي. يلا خير 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 ابن الله، الحمد لله يا ربي. سويت قصة نار، أصكيت على نسيم. ها؟ أشوف ولا نسيم ولا غير نسيم. وشي بتغير؟ جايينكم سمعت خشب. جايينكم لا يفهم جايينكم ما يفهم. بتغير؟ مفروض شنو جايينكم تكتبون جيتكم الحالي جيتكم الجماعة وهم لا 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 لا. عاد يقول حق خروج شكلك اليوم وايد حلوة كيوت، شو تقولي؟ حق قول. قول لهم لا لا حلوة. وصلت لك هالمواصيل؟ ها؟ قول بسناب. زبدني كانت تقول لي حق قول بسناب. قصة نسيم؟ اي والله قصة هذا مو نسيم، هذا نسيم. ايش فيك؟ ايش انت صاير شبغله؟ ما شاء الله عليك. تبين الصراحة قصة قصة واي شنو كنا انا وابوي واخواني ادمان ما شفتني. تبين الصراحة؟ بالعالم. تبين الصراحة؟ قصة نسيم. قسما بالله. والله هذه قصة نسيم. ام نسيم ذا شعر من تفكير الكرة قام يعترف.
خميسي والله جعلني ميسي والله. قاعد يقول خلود ما شاء الله اليوم شكل صاير ينن. قلت له ايه قولوا في سنابنا انا حلوة مو صار ينتك اليوم حلوة وتحلوين اكثر بس انا مو حاطة مكياج وايد فانا احب كذي ما احب البنت اللي تحط شنو مكياج وايد تحط لي اخضر يلمع ورمش مال ما ذيل ما ادري شو اسمه وقزلة هذه قديمة مالت يا اهل منى تذكرينها؟ فانت عادي تسوين كذي كذا. انا اليوم حاطه مكياج كلش ودينا كيف شوف شيء ما تشكني خروح نزلها شويه دول. ابي العقل وين كان لما كنتوا تسوون حواجبكم شيء ضعيفه كذي زين وكذي شاينيز اسمه لا شاينيز تشيز لا العقل وين كان لما كنت البس بنطلون قدام اسود ومن ورا ابيض هذه وين تروح حديقه الشعب روح زين شلستن؟ لا مو شلستن شنو؟ لا سكني بس من قدام نص واحد ريل بيضة وريل سودة وراعك يعني انت ما لحيت اللي علي نار فاير؟ هذا يوم قبل احد يقول انا اشتري من افنيو كان ماكو لا افنيو ولا غيره كان شو اسمه المخازن وش اسمه؟ وين بعد؟ بس ماكو الا مخازن ماشي الحين الله
وايد. يلا اطلب لنا اطلب لنا اطلب لنا يمين. لازم في بداية أي كلمة بالإنجليزي لازم يقول يو أند مي. لا تكبشرون
لأن إذا كان ما يتكبشرت راح أروح أسمه أغلبنا يعتمد على كرج في توصيل أكلنا. شوفوا كرج شنو مسوين، مسوين ميزة وايد حلوة، إن في كل أوردر تطلبونه في عندهم ميزة اسمها الكاش باك، خدمة استرجاع النقود، مو قيمة الأوردر كله، لا يرجعوا لكم دينار، الدينار هذا ايش في رصيدكم في كرج، ينخصم هذا حسب انتم شنو تبون، تبون تدفعونه بعد تجمعونهم تدفعون بعدين مثلا قيمة وجبة كذي، خمس اوردرات خمس دنانير، او ان الدينار هذا ينخصم من الدليفري، اوريدي الدليفري ياخذ دينار، فتبون تخصمونه من الدينار من الحساب مالكم كيفكم. بس الميزة هذه وايد حلوة، مو كل المطاعم مشاركين فيها، في بعض المطاعم، خل أعلمكم شلون تعرفون المطاعم اللي مشاركة وشلون تستخدمون الميزة هذه. الحين هذا كرج، أوكي، تضغطون عليه، شفتوا هذا 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 هذا، تضغطوا عليه، شنو راح تلاقون؟ راح تلقون استرجاع النقود، هذه الميزة اللي عندهم، ضغطوا عليها، طبق التصفية. هني كل المطاعم اللي مشاركة في خدمة استرجاع النقود اللي هي الكاش باك، هذول كل المطاعم، دخلوا أي مطعم أنتوا تبون تطلبون منه، تأكدوا إنه يكون موجود من ضمن الحملة اللي عليها الكاش باك عشان تستفيدون يعني. وفي كل أوردر راح يرجعون لكم دينار، الدينار هذا مثل ما قلت لكم تبون تستخدمونه كخصم من الدليفري، أو أنت تجمعون في حسابكم وكيفكم عاد تستخدمونه بعدين حق أي أوردر تطلبونه. شفت الشطانة؟ شفت الشطانة؟ خلودي صغيرة، خلودي شفتوا شطانة؟ سلالة شطانة، انتي جميلة، ويلو حركاتها، انت جميلة، ايوة ايوة
عشاننا تشيكن تشويس، ما عندهم غير تشيكن، جميع انواع التشيكن، بالصاج، فرايد، كل شيء، بسمون، شيء عجيب. وحبيت وايد ان الاكل وصلني حار، يعني حتى العلبة حارة، معناته ان الاكل فريش. وايد 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 احب اكلهم. الأكل عبارة عن انصهارات. عندهم الأبتايزر بس بروحي بتشي. الأكل أقول انصهار. ناس متفاز برشلونة هذا الأكل لي. راح أدف هما مفاز 4-1 راح أدف 4 وجبات. الله. لأن أنا لما تفوز أنا مرتاح. خلنا نشوف شنو هني. أي با هذا اللي الكل يحبه. أبغى شيء هذا. ها أمين. هذا ولا غلط. قول والله. ولا. شوف سمها. ولا غلط. شيكن لا لا هذا. هذا الكل يحبه تدرون ليش؟ لأن هذا كنا يعني كذي. دياي مع بقسماط وكنا دقوس فلفل دقوس عرفتوا كله تشيكن ما في لحم لا ما في تشيكن هذا البيت لا شوف الصوص الصوص طايب هذا طايب طايب قول والله خل نوريكم الانصهار اللي قاعد ياكله امين صج لذيذة امين صج لذيذة وايد حلوة احلى شيء ان هذا البوكس شوف شنو داخله هي سمونتين تشيكن ما عندهم لحم هذا المطعم خاص ابو حر 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 فريش 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 التليفون فجاه علق الحين نروح نسوي هذا صار لي ايش كثر اشاره لي مسكين هذا اسمع لحنا تسوي كذي ماما ما يصير ايش قاعد ولما نفتح الساندوتش يا ماما وانا شنو هذا شنو هذا ام بيطلع الجبن طال الجبن وي سجلي تابع المباراة يتلذذ لك هذا الله لذيذة 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 ام بيأكلهم اينن اينن على فكرة ترى هذا أدمناه سواء دعاية ولا مو دعاية وأولهم فيجي ها فيجي ينن ينن شنو فيجي ينن ما هذا يا تشيكن تشويز أي تشويز ما خليت فيها تشويز هذا حق أصحاب الدايت عشان ما يزعلون يلا أونر المطعم قال لي لازم تجربينها لازم
فخل نشوف خل نجرب. قال لي حرام اصحاب الدايت لازم نسوي لهم شيء. حياتي اخ شنو يكرهوني اصحاب الدايت. بكتب لكم الحين شاشة سوداء شنو الاشياء اللي لازم تطلبونها من المطعم هذا. كل اللي راح احطه كله يعني كل الاشياء اللي كلنا الجو ينن شوية رذاذ مطر شوية يوقع في المطر رذاذ خفيف مو يعني وايد أبين أن نجيب الجو ما شاء الله ما شاء الله. يلا الحين بسلم التليفون عشان بياخذون أشياء من تليفون لتليفون ياخذ وقت ساعتين هذا شنو ثلاث كثير ياخذ وقت أمين شنو والتليفون ياخذ نص ساعة بس التليفون شافه في يومين كل شيء حاطه في بيت أبين ثقيل ثقيل تشيلونه ثقيل كثير الصور والبعض أنا خايفة على صوري أخاف إيه شو اسمه يمسحون صوري لا لا يشيله هذا خله أنا التليفونات ما قطهم ولا أبيعهم ولا أسوي شيء خليهم ألبومات